المستقبل النائب أحمد فتفت أن نظام الأسد سقط عمليا وسياسيا. كلام فتفت جاء خلال محاضرة ألقاها تحت عنوان العلاقات السورية اللبنانية في ضوء ثورات الربيع العربي في مقر منسقية تيار المستقبل في طرابلس. عجبين حيث تواصل القوى الأمنية ملاحقة المتورطين في الاعتداء على عناصرها في مدة علمات في جنوب جبين، فقد كشفت ملك شنها وقامت بالتصديق في الهولة. رئيس الأسنان في الجيش السوري الحر العقيد عارف الحمود إلى أن النظام عمد إلى تشكيل فرق مؤلفة من أبناء الطائفة العلوية وقام بتسليحهم وإخضاعهم بدورات سريعة على أيدي أجهزة الاستخبارات السورية لقمع الثورة، وهذا ما أكده تقريبا لوكالة ريترتاس. ثانيا، وبعد أن أقفلت تركيا حدودها مع سوريا بسبب عدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين، تحول حوالي 5000 سوري من لاجئين إلى مشردين على معبر السلامة الحدودي. تقرير مع حسين. تواصل الهيئات الاقتصادية جولاتها على المسؤولين لتسليمهم مذكرتين لرفعهما إلى وزيري المال والاقتصاد ورؤساء اللجان النيابية، ترفض فيهما إقرار سلسلة الرتب والرواتب لما ترتبه من أعباء وانكماش على الاقتصاد. عقد في منطقة الأشرفي في بيروت مؤتمر تنموي بدعوة من نواب كتلة القرار الحر لتقييم ما أنجزته بلدية بيروت من مشاريع. مساء الخير وإلى عناوين المسائية. تركي تحدث عنها لشرب العبود نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج هارلان. رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشيل عون إن قوى 14 من أذار ستخسر الانتخابات النيابية المقبلة حتى لو أجريت الانتخابات على أساس قانون 60. التاريخية تقرير يرقي الضوء. منذ ساعات توقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن يضرب أعصار قوي جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، محذرة من الأمواج المرتفعة والرياح القوية والأمطار الغزيرة.